بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنستكمل باقي أكاسيد النيتروجين كأحد الانبعاثات الغازية، وهنتكلم على الفيول نوكس. الفيول نوكس emissions R versus fuel nitrogen concentration shown. Fuel نوكس formed from oxidations of fuel bonded nitrogen in fuel. اللي هي الفيول باوند نيتروجين ال FBN. يبقى بنقول انه هذا العنصر او هذا الاكسيد النيتروجين من نوع الفيول بتتكون من اكسدة الروابط بتاعة النيتروجين في الوقود، وبنسميها ال FBN اللي هي الفيول باوند نيتروجين. الاكسيدتيشن اوف BN is very efficient for fuel NOx formation as crude or residual oils. بنقول انه ال FBN بيكون very efficient بالنسبة للفيول like الكريد اويل او الريزيديوالز اويل. فيول نوكس sensitive to turbine firing temperature. لو انا بعمل عملية firing، عملية لهب عشان اشغل turbine، بنلاقي ان النوكس sensitive الى هذه الدرجة. بنلاقي كمان انه الفيول نيتروجين زي ما انت شايف الشكل قدامك بيبقى عندي عبارة عن exponential form في الزيادة بتاعته النيتروجين مع الفيول تايب. لما نيجي نشوف ايه هي اهم البارامترز affecting on NOx formations، اول حاجة هنشوف بعض تأثيرات residence time، effect of turbulence اللي عملية الميكسينج، effect of flame temperature وده من اهم العناصر اللي موجودة عندنا، effect of equivalence ratio، effect of humidity ratio، effect of Reynolds number، effect of fuel type. هتلاحظ نفس العناصر ده بنتكلم عليها في اي انبعاثات غازية او في معظم الانبعاثات الغازية زي ما اتكلمنا قبل كده. لما نيجي نشوف تأثير الريزونانس تايم، الريزونانس تايم وده مثلا احد النتائج بعد التجارب اللي هو بيديني الاكسس ده بيتكلم على الريزن تايب بالملي سكند، والاكسس ده بيتكلم على نسب النوكس، ومعمول عند عدة ضغوط. المربع ده معمول عند 3 اتموسفير، الدايرة عند 4.7 اتموسفير، والمثلثات عند 6.5 اتموسفير. طيب لما بنيجي نتكلم for a certain resident time NOx formations increase with equivalent ratio increase to reach maximum value at lean mixture then decrease sharply and reach ميكشر سايد. يبقى ايه الكلام ده بيعني ايه؟ بنقول ان النوكس عندنا بيتكون بالنسبة لعناصر كتير زي الايكوفلنت ريشيو، اما عندنا بتصل الى ماكسيمم فاليو ات لين تمبريتشر ات لين ميكشر اند ذن بيقل بحدية مع ريتش ميكشر. لما نلاقي النوكس زي ما قلنا قبل كده increase with the square root of combustion inlet pressure. النوكس فورميشنز ريتس، معدلات تكون النوكس ار هاير فور اول كيسز ديو تو هاير او اتومز اند سي اتش كونسنتريشن بروموتد باي ذا فيول تايب. يبقى بنلاحظ عندنا انه المعدلات تكون النوكس بتكون كبيره نتيجه وجود نسبه من عاليه من الاتومز بتاعه الاكسجين والاتومز بتاعه السي اتش. النوكس فورميشنز is affected by the size of non-equilibrium zone and the condition within the zone. عدم وجود اتزان او عدم وجود عملية استقرار في مناطق الالتهاب يؤدي الى تكون NOx formation. كذلك لو انا عندي الزمن residence time at long residence time NOx formation decrease due to decrease O atoms with increasing distance from the burner. لما نيجي نشوف تأثير الميكسينج أو تأثير نوع الصغيان اللي بيحصل عندي في التير بلانس، بنلاحظ إنه النوكس إنكريز ويز إنكريز ذا رينالدز نمبر، وإحنا عارفين رينالدز نمبر ده هو اللي بيحدد لي إذا كان الصغيان عندي مضطرب أو لامنر. فأنا في الأرقام العالية من رينالدز نمبر بيكون الصغيان مضطرب، وبالتالي عملية الميكسينج بتزيد. نوكس إميشنز إز إنكريزد ويز ذا إنكريز أوف سوير نمبر فروم 0 to 0.2 then it is decreased. يبقى بنلاحظ انه النوكس emissions بيحصل عندنا ان هي بتزداد مع السوير اللي عندنا
ها و نمبر السوير نمبر بيتغير من 0 الى 2، بعد كده بتبدا تقل. التربلنس فليم produced more NOx than laminar flame. قلنا اذا كان عندي السريان او اللهبة يكون في تربلنت هينتج عني NOx اكتر من اللامينار فليم for the same inlet and frame temperature، لنفس درجة حرارة الدخول ودرجة حرارة اللهب. لما نيجي نتكلم على تأثير الفليم تمبريتشر، وده بنقول هو من اهم العناصر اللي هي يعني اي عنصر تاني بيؤدي الى تغير في الفليم تمبريتشر، فالفليم تمبريتشر من اهم العناصر اللي بتؤثر على تكون البرودكت في نواتج التفاعل. فاحنا عندنا بنقول بور ميكسينج، بور بري ميكسينج رايزز نوكس ليفل باي ا فاكتور اوف 3 وير برودكت ار ميكسد ويل with fresh reactant of good mixture. بنقول انه انا عندي لو عملت خلط بور، عملت خلط فقيره او ضعيفه، بتؤدي الى زياده نوكس ليفل 3 مرات اللي هي الايديال بري ميكسينج. ويمكن الفيجر اللي قدامنا ده، الفيجر اللي قدامنا ده بيوضح عندي ادى الفليم تمبريتشر، وده عندنا النوكس بارتيكوليت بير مليون، وده نسبه عند نسبه تركيز 15%. هلاحظ ان الكيرف الازرق ده الايديال بري ميكسينج، لو عملت خلط بتتم ايديال، وهلاحظ الكيرف الاحمر ده عمليه البور. لو انت خدت عند اي درجه حراره شوف الفرق بين نسب التلوث قد ايه. يعني مثلا لو خدنا عند 1700 مثلا هنا هلاقي نسبه التلوث، او عندنا ليها رقم، هلاقي انه عندنا نسبه التلوث هنا 4 امثال تقريبا الرقم اللي موجود عندنا، او 3.5 المثل بتاعها، وهكذا عند كل درجة حرارة عند 750 هلاقي نفس القيم، وهكذا. هلاحظ عندي لو قارنت القيمة دي بالقيمة دي، أو قارنت القيمة هنا بالقيمة هنا، بلاحظ إنه البور ميكسينج زي ما قلنا تقريبا في حدود 3 مرات ها نسب التلوث بتزيد، أو نسب النوكس بتزيد عندنا. الـ O atoms increase with temperature increased which leads to increase thermal NOx. يبقى زيادة ذرات الأكسجين ما بتؤدي إلى زيادة نسب النوكس. النوكس بيزداد أو بيقل exponentially with increasing or decreasing flame temperature. يبقى بنلاحظ إن flame temperatures هي أهم حاجة، درجات اللهب، درجة حرارة اللهب. لما بتزيد النوكس بيزيد exponential، لما بتقل النوكس بيقل exponential، يعني exponential بمعدلات عالية. يبقى اذا احنا هنا بنلاقي انه تاثير الفليم تمبريتشر هو من اهم العوامل في تكون النوكس او تكون معظم العناصر الغازيه المنطلقه من التفاعلات الكيميائيه. زي ما شفنا النوكس انكريز اكسبوننشال ويز انكريزنج ال تمبريتشر، كذلك مع ال تمبريتشر. ادي عندي التمبريتشر عندنا، وادي عندي النوكس برضو عندنا اكسبوننشال فورم زي ما انت شايف. NOx emissions will double as combustion air temperature is increased from 500 to 600 Fahrenheit. يعني بنلاقي انه لما بتغير من 500 الى 600 نسبة NOx بتتضاعف، يعني تبقى دبل، قدها مرتين. لما نيجي نتكلم عن عامل تاني معاهم هو الافكت اوف هيوميديتي ريشيو، نسبة الرطوبة الموجودة عندنا في اثناء عملية الحرق. نسبة الرطوبة من الحاجات المهمة جدا، لان وجود رطوبة هيؤدي الى تخفيض الفليم تمبريتشر، وبالتالي يؤدي الى تخفيض النوكس. يبقى انا عندي النوكس ديكريز ويز انكريزنج ريلاتيف هيوميديتي ديو تو ديكريز فليم تمبريتشر. يبقى نتيجة انه انا عندي لو في عندي رطوبة النوكس هتقل. ليه؟ لان الفليم تمبريتشر هتقل، وده يمكن هيساعدنا ان شاء الله زي ما هنشوف في اللي هو انظمة التحكم في التلوث اللي موجودة عندنا. فانا عندي الكيرف اللي قدامي ده بيديني الريلاتيف هيوميديتي، البرزنتشال هيوميديتي، وده بيديني النوكس. فلما نيجي نشوف عندنا هنا ادى النوكس برزنتج، هتلاقي عندك كل لما بتزيد الريلاتيف هيوميديتي كل لما نسب النوكس عندنا بتقل. يبقى النوكس ديكريز اكسبوننشالي
with increasing specific humidity with increasing residence times in flame zone. يعني بنقول النوكس بيقل exponentially مع زيادة الهوميديتي ومع زيادة الريزيدنس تايم. لما نتكلم على تأثير الكوفنت ريشيو على النوكس يبقى برضو عندنا الشكل اللي قدامنا بيوضح لنا برضو أدى الكوفنت ريشيو وأدى الفليم تمبريتشرز. أدى عندنا الهاي إميشنز بتاع السي أو وأدى عندنا السموك إميشنز وأدى عندنا النوكس إميشنز. هلاقي إيه؟ إن النوكس فورميشن إنكريز ويز إيكويفالنس ريشيو ريتش تو ماكسيمم فاليو أت لين and then decrease sharply in rich mixture. هتلاقي النوكس بيزداد وفجأة واحدة بيقل مع زيادة الفاي اللي هو الخطوط المنقطة عندنا دي. Rate of increase of NOx with equivalent ratio depends on flame temperature again. زي ما احنا بنقول flame temperature هي العامل الرئيسي في تكون العناصر الانبعاثات الغازية زي النوكس. طب لما نيجي نشوف تأثير الفول تايب نوع الوقود عندنا على نوع الانبعاثات الغازية يبقى النوكس فورميشن is affected by fuel phase and fuel structure. Fuel compositions influence thermal NOx through direct effect on flame temperature. يعني طبيعي انا لو عندي الفول اللي موجود عندي فيه عناصر كربون او عناصر نيتروجين او عناصر سلفر هيؤدي الى وجود منتجات او نواتج احتراق فيها هذه العناصر او مركباتها. Adiabatic flame temperature provides the effect of fuel composition on thermal NOx emission. درجة حرارة الالتهاب او اللهب بتؤثر على المكونات بتاعة الثيرمال NOx اللي موجود عندنا. Blending of kerosene عملية إضافة الكيروسين with either gasoline or light diesel reduce NOx formation. يبقى عملية إضافات زي الكيروسين بتؤدي إلى تقليل نسب النوكس. NOx formed for different fuel correlate well with the flame temperature. زي ما قلنا الفليم تمبريتشر العنصر المشترك مع كل العوامل الأخرى التي تؤثر. إن شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة. باقي عناصر الانبعاثات الغازية. شكراً.